الله معكم أحبائي بهالمساء اليوم الخامس من التسعية المجيدة. كنا بلشنا وشفنا كيف الآب وعد البشر وكيف هالوعود هيدي تمت بتجسد الابن يلي تمم كل هالوعود، وكيف الروح القدس فهمنا كل هالأمور السماوية نحن يلي عنا محدودية بشرية تحت اللي نفهم هالحقيقة وهالسر الإلهي. وامبارح كنا شفنا الرعاة كيف هاللي بتجردهم وبفقرهم وبتخليهم عن العالم قدروا انه يسمعوا الملاك ويروحوا يشوفوا يتحققوا ويشهدوا بولادة الطفل في مزود في بيت لحم. اليوم رح بحكي معكم ونتأمل سوا حول المجوس. مين هن؟ شو هويتهم؟ قديش عددهم؟ شو الطريق يلي مشوا فيها؟ وشو القراءة الروحية لوجود هالأشخاص هودي؟ وبنهي أكيد مع البابا فرانسيس بفور تيبس أعطانا إياهن to make our preparation for Christmas. المجوس يا أحبة هي كلمة يونانية تعني الأشخاص يلي عاملين دراسات، يلي هن منهم قادة ولنهم كهنة ولنهم شعب، هن ما بين بين، كانوا الحكماء والملوك والمسؤولين بالدول يتكلوا عليهم لأنه هن مفترض يكونوا عاملين دراسات وعندهم حكمة وعندهم معرفة وإلمام بأمور كتيرة، فبيكونوا مثل المستشارين. ومنعرف هالشي عن المجوس من الكتاب المقدس وخصوصا بسفر دانيال. سفر دانيال بيحكي انه الفرعون اقام دانيال بمرتبة المجوس لانه قدر فسر الاحلام وقدر يعيش التقوى وقدر يكون قدام الملك مساعد لإله ومعه، منه كاهن ولنه من عامة الشعب. هالمجوس هودي عطول بيحكوا عنهم بصيغة الجمع، ولا مرة حكيوا عنهم بالمفرد. بتراثنا المشرق السرياني نحكي عن 12 مجوس، 12 صبط، 12 من ملوك إسرائيل، 12 سنة، هالرقم 12 بقلب الكتاب المقدس. وإنما بالتقليد اللاتيني الغربي بيحكوا عن 3 وعن الهدايا يلي قدموها. أين توصلوا إلى المزود، إلى المغارة؟ الشيء اللي بيعرفوه عامة الناس وكل الناس إنه بيشوفوهم بقلب المغارة موجودين، إنما الواقع الكتابي وبالكتاب المقدس بيقول إنه وصلوا بعد فترة زمنية وشافوا الطفل صار صبي، ما بقى بمزود، ما بقى طفل صغير، ومشيوا والتقوا بهيرودس، وهيرودس عمل حساب من أيمتى ظهر النجم لأيمتى شاف المجوس، وأمر أن يقتلوا كل الأطفال يلي عمرهم 2 وما دون. فإذا وصلوا تقريبا بالسنة 8 أشهر من تاريخ ولادة الطفل يسوع. ما وصلوا دغري وشافوه ببيت مش بمغارة، فبيظهر يوسف ومريم كانوا موجودين، أخذوا بيت، وكان هالطفل يسوع صار عمره 2 وثمان أشهر تقريبا. هيدي هوية المجوس، هيدا الزمن يلي وصلوا فيه. أما دورهم، شو هو دورهم؟ إذا كانوا هن المعلمين، هن الدارسين، هن المتكلين على الفلك والنجوم، شو القراءة الروحية يلي منقراها لوجود المجوس بمشهد الميلاد؟ المجوس بيرمزوا للأشخاص يلي عم بيبحثوا دايما عن الحقيقة، لأنه هن ريسيرشر، عم يعملوا تفتيش. عبر كل الرموز وخصوصا رموز الطبيعية يلي هي النجوم والفلك، كل هالرموز هاي بدها توصل هالمجوس هالحكماء هودي إلى الله. وليش منقول عنهم ملوك؟ لأنه كانوا مثل اليوم كل أصحاب السلطة
بيستدعوهن طيعطوهن مشورة وبيكافوهن على هالمشورة بأمور خيرات مالية ومادية، فكانوا من الأغنياء. عيد هيك منقول عنهم الملوك. روحيا الحقيقة يلي كانوا عم بيفتشوا عنا هالمجوس هي حقيقة كتير كبيرة، حقيقة المسيح يلي هو قال أنا الطريق والحق والحياة. أنا الطريق والحق والحياة. المجوس مفترض يكون عندهم منطق، هني أصحاب اللوجيك المنطق، هني أصحاب العلم السلطان والجاه والمال. ما كان في شيء ناقصهم، لأنه كانوا يحطون الولاة والملوك حد منهم بالحاشي تبعهم، أكل وشرب ومال. ما كان ينقصهم شيء إلا الله عم بيفتشوا عنه، رغم كل هالغنى يلي هن عايشين فيه كانوا عطول بيشعروا انه ناقصهم شيء، بيشعروا انهم فقراء لشيء اساسي. الله ما بيترك خائفيه يلي بيتكلوا عليه وبيتضرعوا عليه وبينادوه. كان عم بيكلمهم على طريقته، خاطب الرعاة بالملائكة، خاطب المجوس بالنجم يلي كان عم بيرافقهم بمسيرته، كانوا عم بيراقبوه ويفتشوا عنه. بالرغم من هالعلم الواسع والمعرفة الواسعة يلي كانت موجودة عندهم المجوس، تركوا بلادهم، تركوا أهلهم، تركوا الجاه، تركوا كل شيء، وطبعوا يلي بده يوصلهم لعند ابن الله، لعند المسيح هالنجم يلي دلهم. هيدي مغامرة، it's a challenge، انه ينطلقوا صوب المجهول. وصلوا لعند هيرودس وتحدوه، لانه قالوا له ملك الملوك ولد، نحن شفنا نجمه بالمشرق وجينا لحتى نسجد له. السجود والركوع يا احبة قدام حقيقة، الحقيقة هي الطفل يسوع، هني شهود ويتنس. كلفهم هالمشوار يمكن حياتهم، كان في خطر يا يأكلون الوحش بالبراري يا يقتلون هيرودس، خاطروا بحياتهم ورجعوا من طريق تاني على بلادهم وبشروا هونيك بالله وابن الله المتجسد. فإذا المجوس هني اللي جايين من البعيد، من العالم الوثني، من العالم البعيد عن الله، تيفتشوا عن نجم النجوم ملك الملوك يسوع المسيح الموجود عندنا حقيقة الواضحة. اجوا من الأمم، لأنه متى بيقول يأتون من المشارق والمغارب ليجلسوا في أحضان إبراهيم من في حين يطرح بنو الملكوت خارجا. القراب القراب ما عرفوا يسوع، من بعيد اجوا تيتعرفوا عليه. نحن كمان مثل هالمجوس، ولو كنا بعيد نحن منصير بإيماننا أبناء لإبراهيم بحسب الجسد. هالمجوس بيرمزوا للمتخلفين عن كل شيء ليحصلوا على الله، بالرغم من أنه كانوا مرتاحين ببيوتهم وببلادهم، انطلقوا بمسيرة المجهول برحلة رح تعرضهم لكل أنواع التعب والمشاكل، ولكن البحث عن الرب بيكلف جهد وتعب. فضلوا عار المسيح على غناهم، بحبوحتهم وجاههم، ركعوا قدام طفل المغارة ويعطوه الإكرام والحب، ما اهتموا لا بالمظهر، اهتموا بمظهر يسوع المتجسد ابن الله. محل ما بيكون الفرح يا أحبة بتكون المغارة، محل ما بتكون العذراء بيكون التواضع، محل ما بيكونوا الاثنين الفرح والتواضع، المغارة والعذراء بيكون الميلاد. محل ما في ميلاد في طاعة لله. طاعة الله كيف كانت عيونهم عم تتطلع على السماء على النجم، نحن عيوننا اليوم عم تتطلع على طفل المغارة عم نفتش عليه يرفع من بيناتنا الوباء. خلينا نرفع صلاتنا بهالمساء مع البابا فرانسيس يلي بيقول to prepare ourselves for Christmas we need to do four tips. أول وحدة
The first one, Pope Francis asked everyone to search his face. The first of them, first tip, is to go straight to the root. He suggests preparing ourselves for Christmas by discovering again our face. Then Charlie, second thing, بيحكينا عن to live this time of Christmas, preparation for Christmas, with intensity. Pope Francis also noted that the ongoing pandemic shouldn't be used as an excuse not to prepare ourselves for Christmas. Instead, he suggests living out this time of Christmas with intensity during such an extra unusual moment of the history of human. The third thing, daily Charlie بيدعينا إلى البابا فرانسيس to make our way, our path in conversion. رابع شغلي بيدعينا لإلى he call everyone to work in the way we preach, in the way we live our faith. The Pope underscores the importance of action, what we say we have to do. So four tips: faith, intensity, conversion, and good work. These are the four essential elements to cultivate the path to Christmas with joy and hope, even in this situation of COVID. إن شاء الله ربنا بيبارك عليكم جميعا نكون نحن المجوس الجديد ولو عملنا كتير بطرقاتنا من العلم وحصلنا كتير من المعرفة بضل نحن بحاجة لرب المجد هو يمليلنا قلوبنا وأفكارنا إلو المجد هلا وإلى الأبد آمين.